السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جايز، كيف الأخبار؟ عاملين إيه؟ الحمد لله وشكرا لله، أتمنى تكونوا بألف خير وبألف عافية. اليوم يعني مع قدوم كاتاكوري وجاك يعني راح تكون الانيفرساري كتير صعبة في يعني في البي في بي، وصار لي مدة ما لعبت في البي في بي، سوجيني اليوم علشان يعني نسخن شوي، نشوف نرجع الحركات، نرجع شو يعني نرجع الموفمنت متاعنا، نحاول نشوف كيف راح نعمل في البي في بي، لانه صار لي مود ما لعبت في بي في بي. وراح نعمل يعني شغله جديده راح اقولها لكم يعني في اخر الفيديو ان شاء الله. راح نبدا كما تشوفون سيلفر 3، الشخصيات اللي بلعب بها هي فوجي واكاينو اكاينو جيمس كيب. راح نبدا بسم الله. هذه اول جيم، راح نشوف ها الكلب عمل لي بان، عمل بان لشخصيه. اوكي وش راح نلعب؟ راح نلعب بسابو. اوكي ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو جيت اب Get up now. انا عايز اشوف الارين الجديدة. اول كلب نسيت هذا ال نسيت هذا الكلبية. كلبية كلبي بيسحبني نوب. اعمل 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 ايموجي يا كلبي، اعمل اعمل الكلبي. اوكي هديه هديه شوية هديه حبيبي. هديه شوية خذ لك ويلي. الكلبي الكلبي يعمل التايمينج. اوكي كلبي اوكي. خذ لك يا كلبي، خذ لك خذ لك قلتي على فمك كل شويه وروح تنام. روح بيعمل لي ايموجي تاع البكاء. راح راح كلبي هذا. هادو الصينيين بيعملون كثير ايموجيات. خذ لك يا كلبي خذ لك. ابكي 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 ورجينا دموعك ورجينا دموعك ورينا دموعك ورينا دموعك. راح اورجيك كلبي كلبي. روح تنام روح تنام كلبي. عايز يقتلني ويعمل لي الايموجيات. خذ لك كلبي كلبي 70 في البينك. تلعب 70 في البينك كلبي انت كلبي. بيسحبني استعمل السكيلز. بشخصية واحدة ايه
شكل الأسد. كلبي عنده ثلاثة. وات ذا فوك. راح لك اكاينو جاك اكاينو جديد. شوف الكلب كيف راح. روح تنام، روح حبيبي روح تنام، راح اعطيك لايك. يلا روح تنام. اوكي، شخصيات قديمة جدا. كيزارو اللحية البيضاء. اوكي، شخصية اس. راح نشوف، صار لي مدة ما لعبت في هذا الماب. نسيت هاد الكلب بيضرب من بعيد. خذ لك ما راح اجيبه؟ لا جبته. ليتس جو. ليتس جو حبيبي اك اي نو. ليتس جو. نو. هالكلبي. راح احاول اهزمه بشخصية واحدة. الكلبي عمل لي. اوكي نو، لازم ازمه. نو، الكلبي. كنت عايز يعني اربح شخصية واحد. في تشانس اهزمه بشخصية واحدة. ممكن بليز. لا، عمل دوج. لو كان عندي البينك اختار، كان عمل دوج بسرعة. اللحية الكلبي راح يخمجني. الكلبي نو. ليش؟ الكلبي عنده رينج كبيرة. الحين لا. Let's go. لا، عملتها غلط. الله يجعل، عملتها غلط.
كامي كورين. خذ لك كلبي على وجهك وروح تنام. ها راح اعمل لي لعبة. قفل الهاتف وراح نام. سمع بكلمتي وراح ينام. معركين في هذا البي في بي هذا جولد وفيهم معركين بس انا اعرق منهم الحين جايز. هذا هو الفيديو يعني اتمنى يعجبكم العودة وان شاء الله راح نعمل فيديو على جاك في البي في بي وكذلك لما يخرج الجولد كاتاكوري ان شاء الله. سو كما قلت لكم راح نعمل حاجة جديدة. سو راح تختاروا لي الشخصيات اللي راح العب بهم في الفيديو القادم. اكتبوا في التعليق مثلا العب بي شانكس واللي بيحصل على كتير لايكات باخذ التوب 3 وبيلعبهم. سو اتمنى يكون عجبكم الفيديو ولا تنسوا لايك فولو وساب وشوفكم في الفيديو القادم. الكاميرا